منذ اكتشافه في أول يوليو 2025 والمذنب الغريب 3i Atlas غير كل شيء نعرفه عن عالم المذنبات. صخرة فضائية غريبة قادمة من أعماق الكون، صخرة بتتصرف تصرفات غريبة وغير معهودة على أي جرم فضائي اترصد قبل كده، لدرجة أن البعض توهم أو زعم بأنها ممكن تكون سفينة فضائية متخفية في شكل صخرة قادمة من حضارة كونية بعيدة متقدمة وجاية تستطلع الأمر في مجموعتنا الشمسية قبل ما يشنوا علينا غارة فضائية. الرأي ده منتشر جدا في العالم الغربي وفي أمريكا. المنتشر بقى عندنا هنا في عالمنا العربي والإسلامي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المذنب 3i Atlas هو النجم ذو الذنب اللي مذكور في القرآن الكريم، وأنا مش عارف في أنهي آية الصراحة، أو إن البعض فسر النجم الطارق الساقب بإن المذنبات بشكل عام، وإن 3i Atlas يمكن يكون هو النجم الطارق. ايه الصح وايه الغلط في قصة المذنب 3i Atlas؟ واحنا فعلا رايحين على فين؟ وليه كل مذنب او حدث فلكي قوي بيتجه الناس دايما انهم يشكوا في موضوع الفضائيين او حتى يفسروه بانه النجم الطارق وعلامة من علامات النهاية على الارض؟ اخبط اللايك الجميل وتابع معنا الاجابات الشافيات لغرائب 3i Atlas ورأي خاص في موضوع النجم الثاقب الطارق. اهلا بكم. افضل شيء انك تلاقي عينه جايالك لغايه عندك من نظام نجمي تاني، ده بيمنحنا فرصه استثنائيه لدراسه اجسام جايه من اماكن بعيده في الفضاء وبتسقط على ارضنا العظيمه الواسعه الممتده. المذنب 3i Atlas اثار الجدل بشويه اسرار حيرت العلماء. تعالوا نتناول جانب من الغرائب دي اللي خلت البعض يشك في انه سفينه فضائيه لحضاره مجهوله او حتى يطلق عليه لقب النجم الطارق الثاقب. اول شيء كان النشاط الغريب للمذنب على مسافات بعيدة جدا عن الشمس. المذنبات يا اخوانا في نظامنا الشمسي هي أجرام سماوية بيسموها كرات الثلج المتسخة أو الكرات الثلجية المتسخة بالغبار الكوني. أجسام متجمدة خامله تقع في أطراف مجموعتنا الشمسية في الأماكن شديدة البرودة حيث الظلام والصقيع الكوني الكبير. المذنبات دي زيها زي الكواكب بتدور حوالين الشمس، بس مدارات المذنبات مختلفة شوية، بتدور على مسافات بعيدة جدا، وكل لما تقرب من الشمس أثناء دورانها، يعني لما تدور كده وتوصل لأقرب نقطة للشمس، بتبدأ المذنبات دي تنشط وتدوب المواد اللي موجودة على سطحها، ومن هنا بتظهر بشكلها النشط. كرة من الغاز متوهجة بسبب ضوء الشمس وتناثر الغبار من حواليها، وذيل غباري غازي في المؤخرة بيمتد آلاف الكيلومترات علشان كده بتظهر لينا في السماء. المذنبات عادة لا تنشط في مجموعتنا الشمسية إلا لما تعدي من مدار كوكب المريخ أو حتى بين المشتري والمريخ على أقصى مسافة يعني. في المكان ده بتبدأ تنشط وتظهر في السماء، وتنشط يعني تتبخر وبتكون في درجة حرارة عالية للشمس شوية عما كانت في أطراف المجموعة الشمسية، فعشان كده بتبدأ تنشط هذه المذنبات على مدار المشتري ومدار كوكب المريخ. الغريب بقى في المذنب 3i Atlas انه بدأ ينشط ويتبخر جليده على مسافة 3 وحدات فلكية تقريبا. الوحدة الفلكية الواحدة هي المسافة بين الأرض والشمس المقدرة ب 150 كيلومتر، يعني بدأ ينشط المذنب ده على مسافة 500 مليون كيلومتر من الشمس، ودي مسافة ضخمة جدا. مذنب بيطلع على المسافة البعيدة ديت 40 كيلوغرام من بخار الماء في كل ثانية واحدة. عرف العلماء من خلال أرصاد جيمس ويب إن المذنب ده بيحتوي على نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون مقابل الماء، وده اللي بيخليه يدوب ويتبخر في درجات حرارة منخفضة. وعلى فكرة ده قلناه في حلقتين قبل كده بالتفصيل عن المذنب، ممكن تشوفهم من الآي الفوق. لكن الجديد بقى إنهم اكتشفوا إن بخار الماء ده مش طالع من سطح المذنب المتجمد. الله، أمال جاي منين البخار ده؟ قال لك المذنب وأول ما بدأ يدخل في المناطق الأكثر دفئا في مجموعتنا الشمسية قبل مدار كوكب المشتري بدأ يتفكك شوية كده وبدأ يقذف حبيبات غبار صغيرة مغطاة بالجليد. الحبيبات دي وبسبب صغر حجمها أصبحت بتدوب بسرعة أكبر. صغر حجمها سمح لأشعة الشمس الضعيفة هناك إنها تسخنها بشكل أسرع من إنها تقوم بالعملية دي من جسم المذنب نفسه، بالتالي نشط المذنب على المسافات البعيدة دي. لكن الأغرب اللي احنا قلناه من شوية إن نسبة ثاني أكسيد الكربون كانت كبيرة مقابل المية، وده أول مرة نشوفه في مذنب، وكأن جو المذنب ده يشبه جو كوكب المريخ الجاف والبارد أكتر من كونه يشبه البخار المائي اللي بيميز كل مذنباتنا في مجموعتنا الشمسية.
وده اللي خلى المذنب سي اي اطلس مميز وغريب. كمان تم اكتشاف معدن النيكل على المذنب وغياب معدن الحديد، واتكلمنا عن الموضوع ده في الحلقتين اللي فاتوا. ازاي يكون نيكل من غير وجود حديد؟ دايما المعدنين دول مترابطين في الطبيعة وموجودين مع بعض، فكان لغز كبير وسلوك غريب. لكن ومن ايام قليلة وما ارصاد جديدة للمذنب ظهر الحديد يا جماعة. الله، اللي اخر تبخر الحديد كده في المذنب لفترة طويلة. كانت مفاجأة ظهور الحديد مفاجأة عظيمة للعلماء، لانها ايدت بكده نظرية قديمة كان العلماء دايما بيقولوا بيها ومحتاجين دليل رصدي قوي يؤيدها. والنظرية القديمة بتقول ان المعادن في المذنبات مش موجودة بشكلها النقي، انما موجودة على شكل مركبات عضوية اسمها الكربونيلات، زي رباعي كربونيل النيكل وخماسي كربونيل الحديد. المواد دي يا جماعة بتتبخر في درجات حرارة مختلفة، علشان كده النيكل اتبخر بسرعة وفي درجات حرارة أقل من تبخر مركبات الحديد اللي ظهرت بعد كده بفترة. وبكده تم حل لغز الحديد والنيكل على سطح المذنب الغريب. وعلى فكرة اللي بيؤيد النظرية ديت هي وفرة ثاني أكسيد الكربون، وده خلى توافر مركبات عضوية معقدة معروفة باسم الكربونيلات شيء منطقي جدا. وبكده قدم لنا المذنب سي اي أطلس أدلة قوية على نظرية كانت مجرد فكرة وحل لغز كان موجود من سنين، وقدرنا نثبته ونفك شفرته دلوقتي. لكن المفاجأة الأكبر اللي حصلت من أيام قليلة هي ظهور الذيل الغريب للمذنب. بدل من ديل تقليدي زي أي مذنب سابق بيكون في مؤخرة جسم المذنب، رصد تلسكوب هابل نفس وذيل من المواد بيتجه نحو الشمس، مش عكس اتجاه سير المذنب، لمسافة بتمتد ل 6000 كيلومتر من نواته. مواد بتتجه في الاتجاه المعاكس تماما، يعني ناحية الشمس مش بعيد عنها. كنا فاكرين في الأول إنها خدعة بصرية في صور التلسكوبات الأرضية والكاميرات المتقدمة اللي صورت، جه تلسكوب هابل وأكد إنها صورة حقيقية. العلماء ما عندهمش لغاية النهاردة أي تفسير على سبب وجود الذيل الأمامي ده للمذنب اللي بيمشي عكس كل قوانين الفيزياء اللي نعرفها. لكن كل تفكير العلماء دلوقتي منصب ناحية الخصائص الغريبة للغبار الخاص بالمذنب اللي ممكن يكون فريد من نوعه ومن بيئة مختلفة تماما، وبيتصرف تصرفات مغايرة لكل الغبار اللي اكتشفناه قبل كده في مذنباتنا. قاس العلماء أطياف الضوء الخاصة بالمذنب ولقيوا نمط غريب مش موجود في أي مذنب قبل كده، وده بيشير إلى أن بنية وتركيب الغبار على المذنب 3 أي أطلس مختلفة وبتتفاعل مع الإشعاع الشمسي بنمط غريب وجديد وغير مألوف لنا. ده خلى بعض العلماء يتساءلوا، هل ده سلوك مذنب طبيعي ولا ده سلوك شيء آخر ممكن يكون ليه بصمة تقنية ويكون سفينة فضائية بتغزو مجموعتنا الشمسية؟ طب هم قالوا كده ليه؟ قالك حجمه كبير جدا، وممكن يكون الحجم الكبير ده لإخفاء السفينة الفضائية جوه. قطر نواته تقريبا 6 كيلومتر، مذنب قديم أقدم من مجموعتنا الشمسية، عمره مقدر ب 7.6 من 10 مليار سنة، يعني جاي من الماضي البعيد للكون. أفي لوب عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفرد ومعاه مجموعة من الباحثين قادوا الاتجاه المزعوم على أن المذنب 3 أي أطلس سفينة فضائية، وده مش غريب على أفي لوب اللي قال قبل كده أن أول صخرة فضائية جت من خارج المجموعة الشمسية أوماوا كان اتكلم عنها وقال انها ايضا سفينة فضائية، وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده في القناة في اكتر من فيديو سابق من سنة وسنتين تقريبا. بيقول لوب ان فرضيته الخاصة بان المذنب 3 اي اطلس سفينة فضائية، وان فرضيته مش بتستند على شذوذ واحد وغرابة واحدة من غرابات المذنب، انما مجموعة كبيرة من الشذوذات في جرم واحد بس. اول شيء غريب في المذنب هو الديل اللي بيمشي عكس اتجاه الرياح الشمسية، ديل متجه ناحية الشمس، وده سلوك فيزيائي مستحيل إلا لو في حد بيتحكم في الموضوع ده بشكل معين. كمان الانبعاثات القوية لمركب نيكل رباعي كربونيل، وده مركب صناعي بيتم إنتاجه صناعيا على الأرض، كمان النسبة العالية الغير طبيعية للنيكل وصاد الحديد دي وكأنها سبائك صناعية اتصمم بها جزء من المذنب. كمان الغريب جدا في مسار ومدار المذنب في مجموعتنا الشمسية بيتماشى كده مع مستوى مدارات كواكب المجموعة الشمسية، يعني مش عشوائي، المفروض كائن جاي من بره يدخل بشكل فوضوي، لكن ده داخل وهيمر بالقرب من عدد كبير من الكواكب دفعة واحدة، بل ولما يبدأ يقرب من الأرض هيختفي فجأة كده ورا الشمس، وكأنهم في رحلتهم الاستكشافية لمجموعتنا الشمسية بيستخبوا مننا فترة ورا الشمس
ويعملوا مناورة ويرجعوا مرة تانية بعدها يعملوا رصد لكوكبنا ويمشوا زي ما هم بيزعموا طبعا في الورقة البحثية بتاعتهم. طبعا الرأي ده بالنسبة لأغلبية المجتمع العلمي يعبر عن تخمين وفرضيات ملهاش دليل ملموس. العلماء قالوا إن الادعاءات الغير عادية تتطلب أدلة غير عادية، ومعظم الأدلة دي وهي وضعيفة، وإن المذنب فعلا مذنب غريب ولكن ليس بصمة تكنولوجية أو سفينة فضائية. هيعبر الجسم الحضيض الشمسي، يعني أقرب نقطة هيقرب فيها من الشمس، غدا الثلاثاء إن شاء الله 29 أكتوبر، ودي لحظة فارقة في رحلة المذنب اللي ممكن بقوة وهج الشمس يتفتت ويتبخر، وإن كان ده يعني أمر مستبعد مع المذنب ده. لكن ليه بقى المذنبات عاملة كده في البشر؟ والموضوع مش وليد النهاردة على فكرة، ده من قديم الزمان. من فجر التاريخ والعلاقة بين الأرض والسماء علاقة جدلية بتملأها الرهبة والرغبة والخوف والقلق والجمال. ما كانتش شاشة مرصعة بالنجوم في سماء الليل، وما كانتش أحداث السماء مجرد أحداث مادية عادية، إنما كانت رسائل سماوية للبشر ونذير بكوارث وأحداث غريبة اعتقد فيها الإنسان في العصور القديمة. على سبيل المثال، كانت حضارات بابل وسومر وأشور بتعتقد أن المذنبات دي نذير شؤم وهلاك، وكانوا الكهنة كل ليلة يرصدوا السماء ويراقبوها، وارتبط ظهورها عندهم بموت الملوك والهزائم العسكرية والمجاعات والفيضانات، وكانت بمثابة دليل على غضب الآلهة. وفي مصر القديمة أيام الفراعين كانت النظرة أقل تشاؤما، كان المصريين القدماء بيعتقدوا أن المذنبات دي بوابات سماوية بتتفتح بين عالم الأحياء وعالم الأموات، كان دليل على رحلة روح ملك ميت إلى العالم الآخر. وكانت عند اليونانيين والرومان نذير شؤم وكوارث برضو، لدرجة أنهم لما ظهر مذنب هالي بعد وفاة يوليوس قيصر كان تفسير ليهم على صعود روح قيصر للسماء، ده كمان قال له قيصر بهذا الحدث اللي حصل. على الرغم من أن أرسطو في نفس الفترة كان بيعتبر المذنبات ظواهر جوية في الغلاف الجوي عادية جدا، ودي كانت أول إشارة لنظرة علمية معتبرة للمذنبات. وليه نروح بعيد؟ كان في نظرة جميلة أيضا عقلانية من الشاعر العباسي أبو تمام للمذنبات. لما أراد الخليفة المعتصم غزو عمورية علشان يلبي نداء امرأة قالت ومعتصمة، حب يخرج بجيشه لإنقاذ المستضعفين هناك، المنجمين حذروه وقالوا له أنه مش هيقدر يفتح المدينة، وأن الطوالع والنجوم بتقول كده، وأن الكوكب ذو الذنب اللي ظهر فجأة في الفترة دي نذير شؤم. فأنشد أبو تمام القصيدة وقال: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، ويعني ان السيف والعمل والتحرك اصدق من كلام كتب المنجمين الواهيه. ثم اردف في قصيدته وقال: وخوفوا الناس من دهياء مظلمه اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، يعني خوفوا الناس من دهيه ومصيبه كبيره مظلمه وسودة لما ظهر المذنب الغربي صاحب الذيل، وكان بالمناسبه هو مذنب هالي اللي بالحسابات الحديثه عرفنا ان المذنب ده هو اللي ظهر ايام المعتصم وكمان ايام وفاة يوليوس قيصر. طب امال منين جت بقى حتة ان المذنب هو النجم الطارق، بل تم ربطه باسم النجم الطارق ذو الذنب؟ السؤال الرئيسي دلوقتي، هل الطارق هو مذنب من المذنبات او الكوكب ذو الذنب زي ما ذكر في بعض الاقوال والاثر؟ وهل لو كان كده فعلا فهل المذنب 3 اي اطلس هو النجم الطارق زي ما بتروج بعض المواقع وقنوات اليوتيوب؟ وعلشان نجاوب على سؤال زي ده لازم نرجع للايات في سورة الطارق، السورة المكية اللي بتبدا بقوله تعالى: والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فقسم الله عز وجل بالسماء وبجرم استثنائي آخر اللي هو الطارق لشيء عظيم جدا. ولو رجعنا للمفسرين القدامى وعلماء اللغة القدامى هنلاقي إن كلمة الطارق معناها الآتي ليلا، يعني القادم بالليل يطرق الأبواب زي ما ذكر القرطبي في تفسيره. فالطارق النجم اسم جنس سمي بذلك لأنه يطرق ليلا، ومنه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق المسافر أهله ليلا كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. والعرب تسمي كل قاصد في الليل طارقا، يقال طرق فلان إذا جاء بليل، وقد طرق يطرق طروقا فهو طارق. وتلاحظ أنه اسم جنس، يعني كل النجوم وليس نجم معين.
هنلاحظ ان معظم المفسرين القدامى اتجهوا للمعنى العام للكلمه الطارق، وكل نجم في السماء يطرق الليل يعني ياتي بالليل وهو ثاقب، والثاقب هو المضيء النافذ، بالتالي الطارق هو النجم الثاقب اللي بيثقب ظلام الليل بضوءه كما في قوله تعالى شهاب ثاقب يعني مضيء. طبعا في تفسير تانية او اقوال منسوبة للامام علي وبعض الصحابة والمفسرين القدامى على تخصيص لفظ ده الطارق على بعض النجوم، منهم اللي قال كوكب زحل لعظم شأنه بين الكواكب ايامهم، وفي اللي قال ان هو نجم الشمال، وفي اللي قال ان هو نجم الشاهد، وفي اللي قال ثريا، ولكن كل التفاسير دي أقلية، ومنهم برضو اللي نسب وقال انه الكوكب ذو الذنب او المذنبات، والرأي ده ضعيف. ليه بقى؟ لان المذنبات مش نجوم، والمذنبات مش ثاقبة بظلام الليل في الاغلب منها، يعني حتى المذنب 3 اي اطلس درجة سطوعه 11 يعني لا يرى بالعين المجردة، فصفة الثاقب لظلام الليل غير منطبقة عليه. وعليه ان البعض اللي بيقول ان ده النجم الطارق الثاقب فهو رأي ضعيف، لان المذنب ده ليس ساطعا وثاقب. كما اني دايما يا جماعة في القناة انا بميل دايما لتفسير القدماء في موضوع المعنى العام للآيات القرآنية الكونية، وان النجم الطارق هو اسم جنس لكل نجم بيظهر في سماء الليل، على الرغم من وجود تفسيرات حديثة بتقول ان النجم الطارق الثاقب هو النجوم النيترونية، وده اجتهاد من بعض المفسرين. وبشكل كبير الإجابة البسيطة هي يعني ان المذنب 3 اي اطلس الخافت والغير مرئي بالعين المجردة، بالرغم من قربه الكبير لينا الا انه غير مرئي بالعين المجردة، فهو مش نجم ثاقب يثقب ظلام الليل بضوءه، والمذنب ليس نجما، فالارجح ان هو مش النجم الطارق زي ما انتشر اليومين اللي فاتوا في السوشيال ميديا على هذا المذنب. طبعا لو حابين نتكلم في حلقة منفصلة عن النجم الطارق، هل هو كل نجم في السماء زي ما قلنا، ولا هو النجم النابض، ولا ممكن نقول الثقب الأسود، ولا ايه بالضبط، بشيء من التفصيل اكتبوا لنا بقى ايه في التعليقات. المذنب 3 اي اطلس بيمثل نافذة كبيرة على أنظمة كونية مختلفة عن نظامنا الشمسي، عينة مباشرة قادمة من أعماق مجرتنا درب التبانة، بيوفر أدلة جديدة حوالين مفهوم تكوين الكواكب في جميع أنحاء المجرة. قدمت ملاحظات 3 اي اطلس دعم قوي لنظرية قديمة مهمة متعلقة بتكوين المعادن في المذنبات من خلال المركبات العضوية المعدنية المتطايرة، وده دعم قوي جدا في علم المذنبات. ومنذ ظهوره حفز المذنب الزائر الجديد كافة المراصد العلمية الأرضية والفضائية في متابعة سريعة ومتعددة الأطوال الموجية في نمط فريد جدا وغير متوقع وغير معهود. بيمثل 3 اي اطلس ثالث جرم سماوي نقدر نرصده قادم من خارج مجموعتنا الشمسية، بيمثل هو وأوموامو وبيريسوف تنوع مذهل بيقول لنا ان كل زائر جديد بيقدم مفاجأة جديدة للمجتمع العلمي، وان الاجرام السماوية ديت متنوعة بشكل غير معتاد، وبيقول لنا التنوع ده بتعدد وتنوع الأنظمة الكوكبية في مجرتنا، وان كل جرم بالنجمي بيحمل بصمة كيميائية فريدة لنظامه النجم الأم. وبغض النظر عن طبيعته النهائية، سواء كان مذنب طبيعي غريب الأطوار أو شيء آخر تماما، فالمذنب 3 اي اطلس أعاد بالفعل تشكيل فهمنا للأشياء الممكنة في الفضاء بين النجوم، وحيواصل العلماء والمراصد حوالين العالم مراقبة الذائر الغريب. بالتأكيد البيانات اللي هتوصل لنا عنه في المستقبل ولغاية ما يغادرنا في نهاية العام ممكن ما تفسرش لغز 3 اي اطلس بس، بل ممكن تعيد تعريف اشياء كنا نعتقد في السابق انها غير ممكنة في الفضاء الكون. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة الثالثة عن المذنب 3 اي اطلس اللي حير العلماء خلال اسابيع قليلة بس من ظهوره. اخبط اللايك الجميل اللي بيحفزنا واشترك في القناة لو كنت مش مشترك، واكتب لنا في التعليقات هل تعتقد ان المذنب 3 اي اطلس مذنب عادي ولكنه غريب الاطوار، ام بصمة تقنية او سفينة فضائية استكشافية لحضارة مجهولة في الكون؟ ولو حابين حلقة نبين ونفصل فيها عن النجم الطارق وترجيح الاقوال بتفاصيل اكبر اكتب لي برضو في التعليقات، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد كل يوم اثنين من كل اسبوع ان شاء الله في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.